مع الثروة التقنية للذكاء الاصطناعي والتحكم الذاتي وإنترنت الأشياء، فقد تم إنشاء عالم جديد بآفاق جديدة. ومع ذلك فهناك مخاطر جديدة تحيط بنا بشكل دائم، وبالتالي فالأمن الإلكتروني والسيبراني أصبح عامل أساسي للحفاظ على استمرارية التطور والعمل. على مدى العقد الماضي أصبحت الجرائم الإلكترونية السيبرانية أكثر تزايداً وتطوراً. يستهدف المهاجمون قطاعات متنوعة، منها على سبيل المثال قطاعات الطاقة والطيران والدفاع والصحة. في عام 2015 خسر العالم حوالي 3 تريليون دولار نتيجة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية. في الوقت الحالي تستخدم العديد من الشركات برامج وأدوات أمنية مثل برامج مكافحة الفيروسات، ولكنها ليست كافية لإبعاد المهاجمين. كحل لهذه المعضلة قامت الشركات بإنشاء مركز عمليات الأمن السيبراني للكشف ومراقبة التهديدات الإلكترونية الداخلية والخارجية. وسارعت هيئة كهرباء ومياه دبي بمرونة لحماية بيئتها الخاصة بتقنية العمليات، ويعتبر مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بنقل الطاقة بمثابة نظام يضمن مواجهة التهديدات والهجمات السيبرانية التي تستهدف شبكة التوزيع من خلال المراقبة الدائمة للبيئة وتقديم تقارير مستمرة واتخاذ القرارات اللازمة لتصديها.